مدير عام مركز الحسين للسرطان وطفة الدكتور عاصم منصور بيصرح انه ثاني سبب للوفاة بالأردن السرطان. انا مش عالم ولا طبيب مختص، ولكن انا بدي اسأل، هل هذا الوضع طبيعي انه عنا عدد السرطانات لهالدرجة؟ ايه يعني شو اللي صاير عنا مخلي عنا مرض السرطان منتشر لهالدرجة؟ يعني اين الخلل؟ من حقي انا كمواطن اسأل اين الخلل. طيب نرحب وإياكم بعطفة الدكتور عاصم منصور مدير عام مركز الحسين للسرطان الذي ينضم إلينا. دكتور صباح الخير. صباح الخير، الله يحييك. الله يحييك دكتور. أين الخلل؟ يعني إحنا طبيعي إنه يكون السبب الثاني للوفاة سرطان، ما بتطلع تصحى الصبح بتسمع فلان صار معه سرطان، فلان صار معه سرطان، طبيعي الوضع عندنا دكتور؟ هو حسب شو مفهوم طبيعي. هو أنا برأيي طبيعي في سياق التطورات اللي حدثت على مجتمعاتنا بالسنوات الماضية، منها ما هو جيد ومنها ما هو سيء. الجيد انه انخفضت نسبة الوفيات بالاشياء الاخرى، الامراض المعدية اللي كانت تيجي تقضي على اعداد كبيرة من السكان، وفيات الحوامل والولادات، وفيات الاطفال، بذلك اصبحت الناس تعيش افضل نتيجة التحسن على الصحة، عاشت اطول، تزداد حالات السرطان. لكن هنالك الجانب السيء، نحن تغير كل اسلوب حياتنا، دخلت علينا عادات كثيرة ما كانت جزء من حياتنا، كان حياة عادات لها علاقة بطبيعي. كويس دكتور، هذا اللي كنت أسأله لحضرتك، سلوكنا وغذائنا يتغير عليه إشي؟ يعني في سبب واضح بسلوكنا وغذائنا، خلينا نغيره إذا في سبب. طبعا تغير. هو السرطان بجزء كبير منه له أسباب، وأسباب يمكن تلافيها. في جزء منه إلى هذه اللحظة لا يوجد له أسباب معروفة لدينا، هذا اللي بدنا إحنا نكشف عنه ونعالجه. لكن هنالك نسبة يعني لا تقل عن 50-60% من أنواع السرطان لها أسباب نحن نعرفها، ويمكن بتغيير نمط الحياة إن لم يعني نمحوها بالكامل أن نقلل من التدخين. رقم واحد، التدخين رقم واحد ما في جداله بالذات بالأردن، لأن الأردن الأول عربيا على مستوى التدخين، إما إحنا الأول عالميا أو الثاني عالميا، وأكثر ناس بدهم يبتعدوا شوي بيقول لك إحنا من أول 5 على مستوى العالم، وهي أرقام مفزعة. صحيح. الآن البدانة اللي بدأت تنتشر بالمجتمع لها سبب مباشر، وهذه الخمول البدني اللي ما كان عمره كان عندنا، الآن هذا برضو عامل مهم. الخمول والبدانة لهم علاقة بالسرطان دكتور؟ طبعا 100%، لأنه الآن يربط موضوع زيادة الوزن والبدانة المفرطة على الأقل بعشر أنواع من السرطان. يا حبيبي. لذلك إذا أخذنا هذه وإذا نشوفها يعني طلعنا حوالينا وعلى أنفسنا كمان، يعني أنا لا أبرر نفسي، كل نسبة كبيرة منا عنده على الأقل من هاي اللي ذكرتها الأربعة على الأقل عامل. دكتور أنت ذكرت 3 عوامل، البدانة والخمول البدني والتدخين، إيش كمان؟ يعني هذول بالنسبة لنا لمجتمعنا هذول الأهم. طب دكتور طبيعة الأكل نفسه دكتور. اللحوم الحمراء. اللحوم المعالجة هذه لها الأشعة فوق البنفسجية اللي ببعض الدول، الأردن مش مشكلة كبيرة لكن في بعض الدول هذه مشكلة فيها. التعرض للإشعاع ببعض الدول هذا أحد الإشعاع الطبي أو الإشعاع الناتج عن الطبيعة أو الإشعاع الناتج عن الناس اللي تعرضوا لحروب ومفاعلات وغيرها. لكن هناك برضو الإشعاع الطبي غير المبرر، إذا احنا بدينا نعمل هذه صور الأشعة التي لا نلقي لها بالا يمين وشمال، هذه إن كان لها ضرورة فهي ضرورة وضرورة تبرر المحذور، لكن إن لم يكن لها ضرورة يجب أن لا نتوسع بها، لأنه كمان الدراسات أنه على المدى الطويل وإذا زاد عددها قد تسبب السرطان. حقيقة العوامل كثيرة وبعضها يمكننا أن نخفف منها إلى درجة كبيرة. طيب دكتور الأردن يعني في معرض الحديث عن أنه ثاني سبب للوفاة السرطان، دكتور لا زالت تصلنا شكاوي انه علاج المريض السرطان لا يتم بهذه السلاسه، وكثير انا شبه يومي الو فلان مصاب سرطان بدي احوله على مركز الحسين، ما بدي في البشير، ما بدي في الكذا. دكتور شو اهم العقبات والتحديات اللي تواجهكم كعاملين في علاج السرطان في الاردن؟ والله لو تسالني انا العامل رقم واحد انا برايي اللي تفضلت فيه انه العمليه لا تتم بسلاسه، وانت وضعت هنا يدك على الجرح، لانه أنا الآن أي واحد يصاب بالسرطان أنا برأيي بغض النظر هو العلاج راح يكون بالمركز A ولا B ولا C، هذه نقطة ثانية، لكن يجب أن يكون على الأقل يعرف من أين يبدأ وأين ينتهي. أنا هذه الخطة
الخطة والاستراتيجية لتحويل المرضى وين يبدو وين ما حدش فاهمها. أنا يوميا بتعامل مع ناس وما مش فاهم واسطة نائب ولا يحتاج للسوشيال ميديا. يعني لازم الأمور تكون كثير واضحة عندنا في الأردن دكتور. أنا لا قدر الله شخصت بالسرطان ليست واضحة مش واضحة. يعني هنالك الديوان الملكي العامر حقيقة يقوم بجهود ممتازة. عنده ناس ينطبق عليهم شروطهم واضحة ديوانهم الأوضح بالموضوع. يا دكتور اذا حضرتك مدير عام مركز الحسين للسرطان وبتقول الامور مش واضحه طب شو نقول احنا كمواطنين عاديين 100%. لذلك انا لو انادي لو من وين ابدا بان يوضع كل رعايه السرطان في مكان واحد واحده. نعم صحيح. ارفع سويه الخدمه بكل المراكز اللي موجوده ثم يوضع لي انه بناء على نوع المرض ودرجته والمنطقه الجغرافيه التي يسكنها الانسان من اين يبدا يروح. زي يعني الان مثلا اذا اخذنا نظام بريطانيا اللي هو قد يكون الاكثر يعني ممكن انه نقلده هنالك طبيب الاسره او الطبيب العام يبدا من عنده وهذا الطبيب يعرف اين يحول ومتى يحول وعنده كل شيء وانتهى الموضوع وحتى تكلفه العلاج المفروض تكون واضحه للعيان 100%. والنظام نفسه السيستم هو اللي بيحمل هذا المريض لانه انت عارف المريض لما يشخص بالسرطان زي المضروب على راسه يعني بصير يلاخم يروح شو يعمل. والله انت بدك تحمل عنه هذا العبء. احسنت. هذا العبء لن يحمل الا من خلال نظام ما بيعمل بالفزعه يعني هذه ما بتحل. كل الاحترام عطوفة الدكتور عاصم منصور مدير عام مركز الحسين للسرطان. شكرا لجهودك دائما يا دكتور. الله يعطيكم العافيه. شكرا جزيلا. ما تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب وتشغلوا جرس التنبيهات لمزاج FM. I'm not